بسرعه ده هات لي الشيش احسن دماغي متعكر حبتين. خير يا معلم؟ هيجي منين الخير والوكاله واقف حالها بالشكل ده؟ ده كلام برضه يا معلم، احنا واكلين السوق كله. ده الخراج موسى مش ملاحق يقبض من الزباين. يا ساتر على عينك اللي تفرق الحجر، روح هات الشيشه. حاضر. باذن الله على بكره الكارته دي هتبقى اخر قنصه. تشكر يا اسطى. مع السلامه يا عم بكر. ايه؟ عرفت تتفق مع العالم الله والدل؟ ما انت عارف حكم القوي على الضعيف. لسه نصار انت بالشكل ده بتضيع عرقنا. هو احنا اغنى من الهلباوي؟ يا ابني اللي عايز يعيش الايام دي لازم يطاطي. هنطاطي لمين ولا لمين بس؟ للهلباوي ولا للانجليز؟ انا بقى ما بتطيش الا اللي حرقني بس. ونعم بالله ابعد عن الشر وغني له. لسه نصار إذا بعدت عن الشر، الشر هيجري وراك. لك يومي يا ظالم، كانت دامت لمين لما حدم لك؟ شفت الفال بيقول إيه يا صرصار؟ ده راجل مخبول، حد ياخد على كلامه. أعطيني مما أعطاك الله. لك الملك يا صاحب الملك. خد يا حبيبي. تعز من تشاء وتذل من تشاء. أنت فين أراضيك يا زكريا؟ انت فين اراضيك يا زكريا؟ لك الملك يا صاحب الملك. شايفه يا صباح القطيفه الحمراء المضلعه دي تجنن. لا يا اختي، الحته الكريب جورجيتي احلى. حق يا صباح، لو ابوك شافها عليا هيذبح روحه عليا. ده ما ابويا انذبح على ايديك واللي كان يا حسنى. كاتك ايه يا صباح؟ اسمعي كلام يا ست حسنى وشيلي التوب حاله. الكريب جورجيت مش هينزل السوق تاني. مش لما نعرف الاول المتر بكام؟ ما يغلاش على الحبايب. ازيك يا حسنى؟ اهلا يا معلم هلباوي. مش تقولي ان الجايه كنا فرشنا الوكاله ورد؟ قدها وقدود يا معلم. وست البلد دي بقى تطلع بنت مين؟ بسم الله عليها صباح بنت جوزي. اذا كان بطلع عنده حته الالماس دي ابقى انا جنبه شحات. تكلميش ليها حلوه. هي كلمه ونص. المتر بكام يا معلم؟ هنغلط من اول يا جميل. دول تلات كلمات مش كلمه ونص. يا ست شيلي اللي يعجبك من الوكاله من غير ما تدفعي ولا مليم. وايه المناسبة تدفعلي تمن هدنتي؟ كنت ابويا ولا اخويا ولا جوزي؟ يسمع من بقك ربنا، هو انا بتيجي الساعة؟ ايه يا اختي تلاقيح الكتت دي؟ ما تيلا بيني يا حسنى، احسن معلم ابن حتتك واخد في روحه قلم. ما تتقمصيش كده، الكلام اخد وعطى يا بنت مدرار. ما حسنى قدامك اهي، اساليها ياما شالت بضاعة من الوكالة من غير ما تدفع ولا مليم. مش كل الطير اللي بتاكل لحمه يا معلم، انا بنت بدران ولحم مر. يلا بينا يا حسنى. كده يا راجل تفضحني قدام بنت جوزي؟ الله، مش كل شيء بتمن يا حسنى. انت واقف مبلم كده ليه يا ابني؟ يا ابني رد عليا. سيبني في حالي دلوقتي يا صنصار.
فرحان في ايه يا ابني؟ في قدرة الخالق اللي صور الجمال بالشكل ده. ونعم بالله، هو في قدرة تعلى على قدرته؟ يلا بقى، عايزك تغير هدومك علشان النهارده انا عامله فتن الدراويش، انما ايه؟ هتاكل صوابعك وراها. ياما كرامات، العالم دي هتفضلي تعلفي فيها لحد امتى؟ لا يا سعد، انا مش عايزاك تغلط في حق الدراويش. دول ناس طيبين، زهدوا الدنيا عشان يعبدوا ربنا. ياما كرامات، العمل عباده والرسول وصانا على كده. عليه افضل الصلاه والسلام. مره الرسول لاحظ ان واحد في الجامع قاعد ليل ونهار، فسال واحد من الصحابه الراجل ده بياكل منين؟ فرد الصحابي وقال له اخوه هو اللي بيصرف عليه. عفى الرسول رد وقال ايه؟ قال اخوه اكرم عند الله منه. ياما كرامات، عرفت ليه انا صممت ان اشتغل واكسب لقمتي بعرق جبيني؟ خوفي عليك من الناس يا ابني، هو اللي خلاني عايزك تقعد جنبي في التكيه. ياما كرامات، دي جنه بلا ناس ما تنداس. يا حاجة، في حاجة يا فدان؟ الخواجة موسى بيسأل عن أخ سعد. خليه متلقح لغاية لما أغير هدومي. حاضر يا أخ سعد. إن جيت للحق يا ابني، أنا بقيت بتشائم أما الراجل ده يحط رجله في التكية. طمني يا مكرمات، أنا النبادي قطع لك رجله خالص. شوف يا موسى، إذا كنت جاي تزيد وتعيد في الحكاية اللي كلمتني عليها. يا سعد يا ابني اهدى كده، ما تبقاش حمى، الكلام أخد وعطى. معاك يا موسى مفيش عطى أبدا، أنت دايما بتاخد. طب المرة دي بقى مستعد أدفع اللي تقوله عليه. للدرجة دي بقت التكية مهمة عندك أوي يا موسى؟ عظم جدي اللي مدفون هنا، ما يتنقلش بذهب العالم كله يا سعد يا ابني. أولا جدك محدش لغاية دلوقتي يعرفه طريق بره، من يوم ما تاه في الصحراء، من الغلب اللي شافه على إيديكم. غلب؟ مين اللي قال فيه؟ ده احنا كنا مهنيين. انت لو هديته الجدار البحر حتى اقول نايم اخر راحه. يبقى انت يا ابن الناس اللي عايز تهد مش عايز تبني. ليه يا موسى عايز تهد المحبه والسماحه اللي عاشوا فيها سكان التكيه طول عمرهم؟ ما انتوا كنتوا عايشين معانا هنا في امان الله. ايه اللي خلاكم تهربوا من هنا؟ احنا ما هربناش الا من الظلم اللي وقع علينا يا ست كرامات. بس قبل ما تهربوا يا موسى سرقتوا دهب التكيه كله. الدهب ده حقنا. ازاي نشترك في بنى التكيه من غير ما ناخد ورناشنا؟ الحمد لله. اديك اعترفت بعظمة لسانك انكم خدتوا حقكم. ايوه بس لازم ننفذ وصية جدي ويتلم شملنا هنا تاني التكية، والا اللعنة هتتحقق ونفضل مشتتين في كل مكان. اللعنة دي هتفضل وراكم وراكم لحد يوم الدين، عشان عصيتوه وفضلتوا انكم تبقوا عبيد للذهب بدل ما تبقوا عبيد للرحمن. لا 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 لا، دفترة ده كده، ده احنا ناس نعرف ربنا كويس قوي. طب هات واحد في الدنيا ما يكونش اتأذى على ايديكم يا موسى. يا سعد يا ابني احنا ناس غلابة، احنا نقطة في بحر والناس اللي حوالينا غلام، ما كناش نهبش فيه ويهبشوا فينا ونقدر طول عمرنا مش لاقيين مطوى يلمنا. ما عرض الله واسع يا اخي، مش معنى التكايه اللي حطيتوا عينيكم عليها بس. ما قلت لك يا سعد يا ابني عظم جدي مدفون هنا. هترجع تاني تقول لي عظم جدك يا موسى؟ اولا ده ما كانش جدك لوحدك، ده كان جدي وجدك وجد العالم كله، ولو العالم كله فكروا زي ما انتوا بتفكروا كده يبقى كل الناس تيجي تقعد هنا بالتكايه يا موسى. يعني خلاص يا ست كرامات، انكتب عليا انحرم حتى من زيارة عظم جدي. أعوذ بالله يا خواجة موسى، حد في يوم من الأيام منعك إنك تخش التكية؟ ما هي التكية طول عمرها على يدك مفتوحة لكل خلق الله. أنا لازم أهد الجدار البحري لأجل ما أتأكد إن عظم جدي مدفون هنا. يعني عايز تقلب شمسون يا موسى وتهد التكية علي وعليك؟ ساعتها بقى يبقى دفعنا الناس ثمن تعذيبهم لينا. انت ليه بتكره الناس فيك اكتر ما هم بيكرهوك؟ الناس مهما كرهتني هيفضلوا عبيد الذهب اللي عندي. انت يا ست كرامات مش معاكي حجه بتثبت ان التكيه دي بتاعتي؟ طبعا، وكل الناس تشهد بكده. بكره هتشوف ان كل الناس اللي بيكرهوني دول هيقفوا في صف يعني لما بطالب بحقي في التكيه دي. والحجه بتاعتي بيبليها وشرابي ميت.